صباحكم الله بالخير مشاهدين قناة الفجيرة مطلع الشمس، يأتي الصباح حاملا معه إشراقة جديدة بيوم جديد يملأه التفاؤل وتحفه الإيجابية. نبدأ من خلالها بجولة معكم حول أبرز المواضيع المتنوعة في عالم الصحة والأزياء والجمال والفن وغيرها من العناوين الشيقة في برنامجكم اليومي صباح الخير يا وطن. مشاهدينا رح نحلق معكم في مجموعة من العناوين أهمها عن السمنة وأضرارها على أطفالنا وما تحمله من آثار سلبية على صحتهم وطرق العلاج وأيضا كيفية الوقاية منها، وأكيد رح يخبرنا بكل هاي التفاصيل الدكتور مالك المحمود اختصاصي الغدد الصماء وأيضا السكري. كمان رح نتطرق وأيضا ننطلق معكم في عالم الابتكار والمبتكرين لنروي لكم قصة نجاح الطالبة المبتكرة والمخترعة سارة الحفيتي، كما أيضا سننتقل للحديث عن تأثيرات فصل الصيف ومشاكل جفاف الجلد والبشرة كيفية الوقاية منها وأيضا الحفاظ على الترطيب الدائم مع أخصائية الجلدية والبشرة آلاء رياض عبد القادر. مشاهدينا أكيد رح نتطرق معكم أيضا لموضوع مهم ومشكلة أيضا تواجه العديد من الأشخاص وبالأخص النساء منها، وهو موضوع ثبات الوزن، واللي رح نتعرف أكثر على تفاصيله مع أخصائية التغذية سارة ناصر الدين. وفي ختام حلقتنا كالعادة وكما يقال ختامها مسك، رح نكتشف أسرار الرواية المصورة مع مؤلفة القصص مرح الدويكات والمؤلفة منار الدويكات، وكالعادة رح نستعرض معكم آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا. أطفالنا أمانة لدينا وغذائهم مسؤولية تقع على عاتقنا، لذلك يجب علينا مراقبتهم وتوعيتهم باستمرار فيما يخص اختياراتهم من الأطعمة وأيضا المأكولات بما يضمن لهم تغذية صحية وسليمة تجنبا لوقوعهم فريسة سهلة بين فكي مرض السمنة، الأمر الذي قد يتسبب في كثير من الأحيان بمعاناتهم لارتباطها بزيادة خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الصحية والأمراض مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وغيرها الكثير من الأمراض. تفاصيل أكثر رح نحكي عنها مع اختصاصي الغدد الصماء والسكري الدكتور مالك المحمود. أهلا وسهلا فيكم صباح الخير. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم وجميع المشاهدين الكرام. يا هلا فيك دكتور. بداية يمكن الأغلب على علم بمفهوم السمنة، ولكن متى نقول عن الطفل يعاني من السمنة؟ شو هي المؤشرات اللي تدلنا أنه هو هذا الوزن يعتبر زائد على طفل؟ في الحقيقة يعني احنا موضوع السمنة فيه مؤشرات كثيرة. أول مؤشر لازم الأهل ينتبهوا على وزن الطفل، على كيفية يعني أكل الطفل، حدوث فروقات في حجم الملابس. بالعليل المجرد للأهل، ممكن أغلب العائلات حسا حاليا عندها ميزان، فممكن تشوف تراقب وزن ابنهم، بس ممكن وممكن تزور طبيب، وفي عند الأطباء خصوصا أطباء الغدد الصم وأطباء الأطفال في عندهم مخططات للنمو ومؤشرات كتلة الجسم، فممكن نعرف هو بأي خانة الطفل حاليا يعاني في وزنه، في أي خانة، وهل يعاني من السمنة أو من الوزن الزائد، وتبعا عليه ممكن ناخذ فيها سلسلة من العلاجات والإرشادات. طب دكتور، يمكن بس حابين نعرف منك شو هو كتلة الجسم الطبيعية للطفل؟ اليوم نحن نعرف انه نحن بنقدر نحدد السمنه في حال كانت كتله الجسم اكثر من الطبيعي، كيف نقدر نحسب كتله الجسم ونعرف ما اذا هذا الوزن وزن الطفل يعتبر زائد نوعا ما وبحاجه للانتباه بشكل اكبر؟ احنا نعتمد على مؤشر كتله الجسم بس، لكن في الاطفال والمراهقين نعتمد على مخططات كتله الجسم، صراحه مخططات النمو للاطفال. كتلة الجسم هي عبارة عن الوزن على الطول مربع، يعني احنا بنقسم الوزن على طول الطفل مربع بيطلع لنا مؤشر كتلة الجسم، وحتى مؤشر كتلة الجسم لها ارقام بحد ذاتها ارقام مطلقة، لكن بالنسبة للاطفال احنا بنفضل نحطهم على مخططات النمو وبنشوف اذا باي نسبة هي بتقع كتلة الجسم عندهم او حتى الوزن بحد ذاته او الطول، فبالتالي ممكن نعرف في اي خانة ممكن هو يكون الطفل. احنا عندنا مؤشرات معينه للمخططات، ممكن تكون اذا كان اكثر من 85% على مخططات النمو بكون في عنده سمنه زائده، اكثر من 95% على مخططات النمو بكون في عندنا سمنه. حقيقه في ارقام مطلقه لمعدل كتله الجسم اللي هي
اكثر من 24 نعتبره بدايه سمنه، اكثر من 30 فهي الدرجه الاولى من السمنه، او الوزن الزائد من اكثر من 24 لحد 30، فوق ال 30 نعتبرها امراض السمنه. طيب دكتور مالك، يمكن لو بدنا نحكي عن اسباب او الاسباب الشائعه اللي تؤدي بالاطفال الى مرض السمنه. يمكن اليوم بوقتنا الراهن وبالعصر الحالي اطفالنا معرضون ليمكن مغريات للحياه بتساعدهم يكسبوا الوزن الزائد، وايضا يمكن ما يحافظوا على وزنهم الطبيعي كاطفال في مرحله نموهم. شو هي اكثر الاسباب شيوعا اللي بتجعل الاطفال يصابوا بالسمنه؟ والله بالنسبة للسمنة، السمنة مرض، يعني هو حاليا يصنف على أنه مرض. في القديم كانوا يعتبروا السمنة نوع من أنواع الأشياء الطبيعي، لأنه ما كان كل الأفراد يعاني من السمنة، أفراد المجتمع ما كانوا يعانوا من السمنة الزائدة، كانت يحصر السمنة في بس في طبقة الأغنياء والأثرياء بسبب الاستهلاك والنمط الاستهلاكي لهذه الطبقة. لكن إحنا في الآونة الأخيرة، بسبب كثرة التغيير، بسبب تغيير النمط السلوكي للبشر، اعتمادهم على المنتجات الغذائية ذات القيم الغذائية القليلة والسعرات الحرارية العالية، تغير النمط الحياتي، قلة النشاط البدني، وجود الأجهزة الإلكترونيات وأجهزة التلفاز والتابلت والهواتف الذكية، بالتالي التغيير في السلوك الحياتي للبشر وللأفراد بلشت تظهر عندنا مشكلة السمنة. طب دكتور مالك، أكيد يرتبط مرض السمنة بأمراض أخرى. يعني اليوم مرض السمنة هو مش فقط زيادة بالوزن، ولكن يؤثر على وظائف عدة أعضاء في جسم الإنسان، وأيضا يجعل الطفل معرض أكثر للإصابة بداء السكري. لو تحكي لنا عن مضاعفات السمنة وكيف من الممكن السمنة تؤثر على الجسم بشكل كلي. صراحة السمنة حاليا احنا بنعتبرها هي مرض، هي وجود مرض بدون، حتى لو ما كان مصاحبها في الوقت الآني الذي يعني يتقدم فيه الطفل للطبيب، حتى لو ما كان يعاني من أي أمراض، هي السمنة بحد ذاتها مرض، احنا بنعتبره مرض ويجب علاجه. ولكن تعتبر السمنة هي مؤشر بدائي أو من أول مؤشرات وجود اعتلال في سكر الدم، هو جزء لا يتجزأ عن متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة باعتلالات الدهنيات. ممكن الكوليسترول بتأثر على درجة مستويات الكوليسترول في الدم، فبالتالي تخفض الكوليسترول الجيد وترفع من الكوليسترولات الضارة في الجسم، بالإضافة إلى تأثيرها برضه كوزن زائد على الجهاز التنفسي، على المفاصل، على ألم العضلات، على النشاط البدني بشكل عام. بالفعل دكتور مالك، اليوم يمكن السمنة تعتبر داء العصر، ويمكن أسوأ ما فيها أنه اليوم بدأت تتفشى بين الأطفال. شكرا كثير لك دكتور مالك، كنت معنا أخصائي الغدد الصماء والسكري. شكرا كثير لك. العفو، شكرا مشاهدينا، لكم. مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي ورحلتنا الصباحية، ولكن رح نتوقف لفاصل قصير ومن بعد راجعين. تعتبر عملية وضع مساحيق التجميل ليست بالعملية السهلة لدى النساء، وتختلف طبعا طريقة استخدامها من امرأة إلى أخرى تبعا للخبرة. وأي خطأ في استخدام تلك المساحيق أو المكياج كما يقال عنها باللهجة العامية قد تغير من ملامحنا بشكل كبير ولافت. ولكن يبقى السؤال هنا، هل نقوم نحن النساء بوضع مساحيق التجميل بالطريقة الصحيحة بشكل يتناسب مع ملامحنا يا ترى؟ مشاهدينا، رح نستعرض معكم اليوم بفقرة لايف ستايل كيف تتناسب ألوان الآي شادو مع ألوان العدسات اللاصقة، فلنتابع. صباح الخير، معكم نادين وهبة، ميك اب ارتست من فقرة لايف ستايل. اليوم بدنا نشوف الاي شادو المناسب للعدسة المناسبة والحمرة المناسبة للبشرة المناسبة. أهم شيء اختيارنا للفرش، الفرشاية كل ما كانت طويلة وفلات هيك هي بتساعدني بطريقة الدمج. اللون الأساسي اللي بدنا نحطه، اللي هو بدنا نمده على كل العين ما عدا تحت الحاجب. هيدا اللون بنحطه على الجفن كامل،
جفن وفوق الجفن على الكامل، بنمده بطريقة دائرية على كل العين، نحاول بس الحاجب وتحت الحاجب ما نقرب عليه. رح ننتقل للون تاني، هنروح على لون أغمق بني لأنه هي لون عيونها فاتح، نحنا فينا نغمق بس بدرجة مش كتير تكون قوية. هلأ لما بدنا ندمج بنرجع للفرشاية لأول وحدة استخدمناها، لازم ندمج فيها، نكمش الحاجب ومنعليه لنعرف حدود العين قديش هي لقديه فين يطلع اللون التاني. هلأ هون مثل ما عملنا بهيدي العين رح نعمل نفس الطريقة بالعين التاني. وهلأ بدنا نشوف كيف نقدر نضوي المدمع. ناخد ريشة فلات هيك تكون قاسية وما بتعمل دمج أبدا، بتثبت اللون مكانه. هناخد لون بيضوي لأنه نحنا غمقنا من الطرف، عملنا لون نيودات من فوق، وهلأ المدمع بدي ضويه. هيدا اللون بيكون مناسب لعدسة. هلأ بدنا نشوف كيف بنعمل الآي شادو من تحت. أكيد لما نستخدم هول الألوان على العين من فوق نفسها ذاتها بدها تكون من تحت، بس بطريقة عكس اللي عملناها هلأ. يعني منبلش بالغامق، ناخد البنة بريشة تكون هيك وقاسية ومشطوبة، نرجع للعين الثانية بنفس الطريقة. هلأ هنختار القلم الكحلي اللي بدنا نحطه بالعين، فينا نختاره يكون لون العين بما انه عينه فاتحة. هلأ بدنا ناخد الفرشاية اللي منفت فيها العين ليتحدد اللون من تحت. الرمش التحتاني بناخد بس طرفه. وهلأ وصلنا لمرحلة الليب لاينر. هلأ وصلنا لمرحلة الحمرة. الحمرة دايما بتكون كمان من درجات الليب لاينر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بفقرة اليوم. عملنا طريقة الآي شادو المناسب للعدسة المناسبة والحمرة المناسبة للبشرة المناسبة. شوفكم مرة تانية من فقرة لايف ستايل. باي. مشاهدينا كانت هذه هي الطريقة الأفضل لاختيار الآي شادو مع العدسات اللاصقة، ولكن الآن ننتقل إلى نادي الفجيرة الدولي للرياضات، حيث يعتبر نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مكان رياضي متميز في إمارة الفجيرة، حيث يعد النادي واحدا من أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة الشرقية، كما يوفر النادي مجموعة من التجارب الفريدة والمثيرة في مجال الرياضات البحرية للمحترفين وأيضا الهواة على حد سواء. تفاصيل أكثر مشاهدينا راح نشوفها بهذا التقرير. تعتبر الفجيرة إحدى المقاصد السياحية الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمتع بسواحلها الجميلة ومياهها الصافية التي تعد بيئة مثالية لممارسة الرياضات البحرية المختلفة،
ومن بين الأماكن التي تبرز في مشهد الرياضات البحرية في الدولة، يتصدر نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية قائمة المراكز المرموقة والمتميزة. تأسس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في عام 1999، ومنذ ذلك الحين أصبحت له مكانة مرموقة في عالم الرياضات البحرية. يعد النادي وجهة رئيسية لعشاق البحر والرياضات البحرية، حيث يوفر مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والمستويات. وخط خطوات كبيرة منذ تأسيسه في التنظيم والمشاركة في البطولات العالمية، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رؤيته الثاقبة وتوجيهاته المستمرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومتابعة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة للرياضات البحرية. النادي يستضيف العديد من البطولات الرياضية والبحرية العالمية التي ينظمها النادي لما توفره إمارة الفجيرة من تسهيلات وامتيازات تجذب منظمي البطولات للإمارة ودولة الإمارات، حتى أصبحت هذه البطولات تقام بشكل سنوي وبإقبال متزايد عاما تلو العام. ومن البطولات والمسابقات التي نظمها النادي بطولة العالم للزوارق السريعة الفئة الأولى، وبطولة العالم لصيد الأسماك، وبطولة العالم للزوارق الفورميولا 2، وبطولة العالم للزوارق السريعة الإكس كات، وكأس سمو رئيس الدولة للفورميولا 2، وكأس العالم لماراثون السباحة، ومسابقات المراكب الشراعية والدراجات المائية. ثم أضيفت الرياضات البحرية التراثية كسباق قوارب الشوش والقوارب الشراعية التقليدية وسباق التجديف المحلية، فيما استضاف النادي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية. وأنشأ نادي الفجيرة للرياضات البحرية أكاديمية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية لتدريب وتأهيل الناشئين، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والشرق الأوسط والثانية عالميا، وتقوم على تدريب وتأهيل الناشئين وتعليم قيادة الزوارق السريعة فورميولا المستقبل. ويتميز نادي الفجيرة بمرافقه الحديثة والمتطورة التي تتضمن مرسل اليخوت والقوارب ومركز للغوص والعديد من المرافق الأخرى التي تدعم مختلف الرياضات البحرية، ويوفر النادي فرصة للاستفادة من خبرات المدربين المحترفين والخبراء في كافة مجالات الرياضات البحرية الذين يقدمون دورات تعليمية وتدريبية متنوعة. متابعينا، بدأت في هذه الأثناء تلقي طلبات الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023، وللمزيد من التفاصيل رح ننتقل للزميلة ليالي إلى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة للوقوف على آخر الاستعدادات وأيضا الأجواء. يسعد صباحك ليالي. نعم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. بدأ اليوم تلقي طلبات تسجيل الراغبين بالترشح لانتخابات أو النسخة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مما وردت أسماءهم في قوائم الهيئات الانتخابية وتنطبق عليهم شروط الترشح، على أن تتم عملية التسجيل بصفة أساسية إلكترونيا عن بعد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات أو من خلال التطبيق الذكي، وهي متاحة على مدى 24 ساعة من اليوم حتى ظهر يوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 12 ظهرا. وممن يتعذر تسجيل طلب ترشحه عبر منصة الترشح إلكترونيا عن بعد، يمكن أن يتقدم بطلب ترشحه بنفسه أو بواسطة وكيل من هنا من خلال مركز تسجيل المرشحين في طابق 8 مقر غرفة تجارة
وصناعة الفجيرة، وذلك على مدى 4 أيام متتالية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس، بالإضافة إلى يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا، ولن يتم قبول أي طلب ترشح بعد تلك الفترة. للمزيد يسعدني الحديث إلى سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. أهلا بكم سيدي. مشكورين تلفزيون الفجيرة على تغطية انتخابات 2023. سيدي، لو تضعنا بصورة استعدادات وتجهيزات إمارة الفجيرة، لجنة إمارة الفجيرة، لاستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية الراغبين بالترشح. طبعا احنا كان استعداد مبكر حقيقة، وتم تدريب عدد مجموعة من الموظفين على استخدام التقنية الحديثة الذي يعني يتم تقديم طلبات الترشيح، فاللجنة مستعدة في أي يعني. ما هي أبرز مهام اللجنة؟ طبعا مهام اللجنة مثل ما ذكرنا اليوم استقبال له من له رغبة في الترشح للانتخابات 2023، ومهام أخرى إدارية. كلمة تتقدمون بها للمتقدمين على الترشح وتقديم طلبات ترشحهم خلال مرحلة التسجيل. احنا نتمنى ان شاء الله الذي وارد اسمه في الهيئة الانتخابية للمجلس الوطني 2023، نتمنى من له رغبة في الترشح يعني الاسراع في تقديم طلباته، وكذلك الذي قدم طلباته للترشح انه عدم ابداء من اليوم يعني اجراءات اعلانية او كذا، لان هاي مخالفة لنظام الانتخابات 2023. شكرا لكم سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. شكرا. شكرا لكم سيدي. إذن ومع التحول الرقمي في النسخة 5 من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وحسب توجيهات اللجنة الوطنية للانتخابات، يجب على طالب الترشح أن يكون مسجلا في الهوية الرقمية أو في نظام الهوية الرقمية UAE Pass لاستكمال عملية الترشح. وأيضا سيتم الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين في 25 أغسطس الجاري، تليها مباشرة فترة الطعون لمدة 3 أيام الطعون على المرشحين، حيث ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بالرد على هذه الطعون خلال الفترة الممتدة بين 29 حتى 31 أغسطس الجاري، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للانتخابات في 2 سبتمبر 2023. أما فيما يخص بشروط قبول طلبات تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات، أولا يجب على طالب الترشح أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، وأن يكون مقيما بصفة دائمة في الإمارة التي يرغب بتمثيلها في المجلس، وكذلك يجب أن لا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس، بالإضافة طبعا إلى تمتعه بالأهلية المدنية وأن يكون محمود السيرة، وأخيرا يجب أن يكون ملما إلماما كافيا بالقراءة والكتابة. ويجب أن نشير أيضا إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أصدرت دليل الناخب والمرشح الذي يجيب على كافة الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتحيط المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. نعم زميلتي دعاء. شكرا لك زميلتي ليالي على هذه التغطية وأيضا التفاصيل الرائعة. طبعا نتمنى التوفيق لجميع الأشخاص المرشحين في هذه الانتخابات. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم بفقراتنا ببرنامج صباح الخير يا وطن، ولكن رح نروح لفاصل قصير ومن بعد راجعين. ما
ما زالت مشاهدينا فقراتنا مستمرة معكم ببرنامج صباح الخير يا وطن وفي عالم الابتكار والمبتكرين. ضيفتنا لليوم طالبة موهوبة بالإبداع والابتكار ومخترعة واعدة، كما أنها عضو في جمعية المخترعين الإماراتيين وأيضا شغوفة بالبرمجة والتقنية وكل ما يخص المستقبل. يطلق عليها لقب أصغر مبرمجة ومخترعة إماراتية، كما أنها أيضا مشروع إعلامي متميزة. خلونا نرحب بالطالبة سارة محمد الحبيتي. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. أهلا يا هلا فيك. بداية سارة، يعني قبل شوي سألتك قدي عمرك، قلتي لي عمرك 13 سنة، لسه ما كملتي 13 سنة، ويمكن اليوم عم يطلقوا عليك لقب أصغر مخترعة ومبرمجة ومبتكرة إماراتية. بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل، شو ابتكرتي؟ ابتكرت عدة ابتكارات، منها مشروع الشاطئ المستدام وقارة الألوان، وبرمجت باد وايد روبوتات. رح نحكي بالتفاصيل عن هذه الاختراعات وايضا الابتكارات، ولكن سؤالي لك سارة، كيف اكتشفتي موهبتك في الاختراع والابتكار؟ من عمر في الروضة بديت اني احس اني انا ابى اسوي ابتكار، وكان اول ابتكار لي في ثاني روضة اللي هو ابتكار توزيع الالوان والاقلام على الطلبة في الروضة. كانت المعلمة تتحكم بالريموت وتوزع الأقلام على الطلبة. كيف مين ساعدك سارة في البداية لتقدري تعملي؟ يعني أنت ذكرتي إن كنتي صغيرة في السن، مين ساعدك إنك تقدري تعملي هذا الابتكار وهذا الاختراع؟ طبعاً أكيد أمي الغالية ساعدتني هاي. جميل. طب احكي لي عن الابتكارات الثلاثة اللي ذكرتيها، الشاطئ والألوان. احكي لي عن هذا الاختراع. الشاطئ المستدام هو عبارة عن شاطئ حل مشكلة الفيضانات والأعاصير وارتفاع منسوب مستوى البحر. هذا الاختراع إنه يحول طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية مستدامة تشغل الكهرباء في الشاطئ. جميل جدا يا سارة، ولكن أيضا كان لك يمكن مشاركة بفعاليات ومبادرات الأنشطة الصيفية لمختبر الابتكار الرقمي بهذا العام، احكي لي أكثر عن هذه المشاركة والتجربة. طبعا مختبر الابتكار الرقمي هو مختبر أقيم في مدرستنا، ينمي مهارات الطلبة الموهوبين وقدراتهم. طبعا مشرفة هذا المختبر المعلمة الملهمة هدى الكعبي، والمنسقة الإعلامية أمي عائشة الحبيتي. ما شاء الله. طب يمكن اليوم نحكي عن عالم البرمجة ووجود فتاة صغيرة في السن وطالبة ومبدعة ومهتمة بعالم البرمجة، صراحة أمر مثير للاهتمام، ولكن أنت تعمقتي في عالم البرمجة، احكي لنا أهم الأساسيات اللي تعلمتيها بعالم البرمجة. تعلمت أبرمج الكوز، روبوت كوزمو، روبوت أديسون، وأبرمج الأردوينو وحقيبة إيبوت 8. هاي أردوينو إيبوت 8 اللي أستخدمهم بالابتكارات. جميل، يعني هذه روبوتات بتساعدك بالابتكار؟ هي شريحة. نبرمجها. حلو. في حساسات وأشياء. جميل. سارة، أنا سمعت كمان أنك أنت أيضاً مش فقط موهوبة بالبرمجة وعالم الابتكار، ومش فقط إعلامية واعدة، ولكنك أيضاً مهتمة بالقراءة وبتحب القراءة، هل بتخصصي وقت من يومك للقراءة؟ وبرأيك كيف ممكن القراءة تساعدك تكون اللي أنت عليه اليوم؟ طبعاً القراءة هو مصدر الحياة، فلازم نقرأ كلنا، وأنا أحب وايد القراءة. شاركت قبل في تحدي القراءة العربي لما كنت صف رابع، وصلتنا النهائيات بس ما سمح لي الحظ أني أفوز. بس أنا أكثر الكتب المفضلة عندي هي كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. أكيد القراءة هي بتنمي عقولنا وبتوسع مداركنا وبتساعدنا أيضاً نحقق أحلامنا، وأيضاً بتوسع خيالنا، واللي اليوم أنت عم تستخدمين في عالم البرمجة لتقدر يمكن تعملي بعض الابتكارات والاختراعات اللي تكون مفيدة لك وأكيد للمجتمع. ولكن رح نيجي نحكي عن الإعلام وشغفك بالإعلام، هل بالفعل تطمحي لأن تكوني إعلامية؟ وشو اللي بيخليكي تحبي هاي المهنة؟ أنا عادي بكون إعلامية، بس أحب تقديم الورش والمحاضرات للطلبة عشان يستفادوا من مهاراتي وخبرتي بالبرمجة. يعني قدمتي بالفعل بعض الورشات؟ نعم. كيف كان شعورك وأنت عم بتقدمي هاي الورش؟ شعور لا يوصف، يعني أنقل مهارتي لأشخاص غيري.
قالوا لي كمان انه مش فقط انت الموهوبه في المنزل، كمان اخوتك موهوبين. احكي لي عن مواهب اخوانك، وكيف يمكن وجودك بعائله مليئه بالمواهب بيساعدك تكوني ساره الحفيتي المبدعه المبتكره وايضا المخترعه وايضا الطموحه في العلم. اقضي وقتي مع اخواني بممارسه هواياتنا المفضله واللي هي القراءه والرسم، واحب انمي مهارات اخواني بالرسم لانهم وايد يحبوا الرسم والفنون، فاحاول اعلمهم ذلك. كانت لك كمان ساريه مشاركه في المملكه الاردنيه الهاشميه بالبرنامج العالمي جلوب للتعليم البيئي وايضا المراقبه، احكي لي عن هاي التجربه ويمكن شو ضافت لك ساريه. انا شاركت في مسابقه جلوب العالميه للبحوث العلميه في المملكه الاردنيه الهاشميه ومع صديقتي المبتكرة مريم الزعابي، قدمنا بحث علمي عن ارتفاع منسوب المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة الفجيرة، لأن في وايد ارتفاع منسوب المياه في الفجيرة، وقدمنا بعد حل لهذه المشكلة هو ابتكار الشاطئ المستدام. نحن بالفعل ساريه فخورين فيكي، ويمكن دائما عم نسمع بعض التفاصيل عن انجازاتك وايضا يمكن وجودك ضمن المحافل الاساسيه في الابتكار والاختراع، ومؤخرا طبعا زار نادي الفجيره العلمي برئاسه رئيس مجلس الاداره سعاده سيف المعيلي وايضا المشرفين واداريين النادي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى حاكم الفجيره حفظه الله في مجلس سموه في قصر الرميله، وذلك ايضا بحضور سمو الشيخ محمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله، وكنت أيضا سارة من ضمن الوفد الزائر وذلك طبعا لحصولك على الميدالية البرونزية في مسابقة تونس للعلوم وأيضا التكنولوجيا اللي شاركت فيها في هذا النادي. لو تخبرينا عن هذه الزيارة وتفاصيلها وكيف كان شعورك؟ فخر لي كبير أني أقابل سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وهو الدعم الأساسي للطلبة، فكان لقائي معه تشجيعا لي وتحفيزا، فهو قدوة الطلبة. جميل، هذا الأمر سارة بيساعدك وبيحفزك أنك تبذلي المزيد من المجهود وتبتكري يمكن أمور أكثر يمكن نفعا للمجتمع، بيعطيكي هذا الدافع لحتى تزيدي في إبداعك؟ أكيد. طب احكي لي يمكن عن شعورك بحصولك على لقب أصغر مبرمجة إماراتية. أنا فخورة جداً أني لقبت باسم أصغر مبرمجة إماراتية، عشان أحب يكون أني أنا لي بصمة في الإمارات وأني إن شاء الله بعدين أرفع اسم دولة الإمارات في العالم. هل بتشوفي سارة أنه وجودك في البيئة المدرسية وبين يمكن المعلمات الفاضلات اللي بيدعموا هاي المواهب بيساعدك تكوني يمكن سارة حفيتي اليوم اللي طمحت لي الابتكار والاختراع وعم بيساعدوك تحققي أحلامك؟ هي طبعاً فضل لي أن معلماتي يساعدوني في الابتكارات ويحفزوني، يسووا مسابقات بالمدرسة ويخبروني عن كل مسابقة تستوي ويشاركوني فيها. ما شاء الله عليك سارة، متعددة المواهب وطموحة وشغوفة بكثير مجالات وأهمها يمكن الابتكار والاختراع، ولكن في دائما بنقول نحن حتى لو كنا متعددي مواهب في موهبة بتكون الأقرب لقلبنا، شو هي أكثر موهبة بتحسيها الأقرب لقلب سارة ويمكن تستمتعي أثناء ممارستها؟ طبعا أنا إنسانة عندي وايد مواهب، بس أكثر موهبة أحبها هي البرمجة، وأستمتع يوم أبتكر ابتكار جديد، فأتمنى والذكاء الاصطناعي طبعاً، فأتمنى إني إن شاء الله إذا سمح لي الحظ لما أكبر أعمل بهذه المواهب. طب شو هي باقي المواهب؟ أنت ذكرتي إنك متعددة المواهب، ذكرنا إنك شغوفة بالإعلام، مبرمجة، مبتكرة، وقارئة أيضاً، شو هي الهوايات الأخرى أو خلينا نقول المواهب الأخرى؟ الرسم، ترسمي، وأحب الطبخ، و القراءة. كيف بتنظمي وقتك سارة؟ اليوم الطلبة أغلبهم مشغولين ب يمكن الدراسة ويمكن التحصيل الأكاديمي، وكل ما يمكن كان عندهم وقت فراغ بفضلوا أنهم هم يلجأوا لوسائل الترفيه مثل التلفاز، الحاسب الآلي، الآيباد، أو يمكن حتى الخروج في نزهة. كيف بتنظمي وقتك وبتقدري تحصلي على الوقت الكافي لممارسة كل هاي الهوايات وأيضا المواهب؟ طبعا الإجازة أقدر أمارس فيها هوايتي أكثر. شو هي الهوايات أو خلينا نقول الأشياء اللي بتعمليها مع أخوانك الموهوبين أيضا؟ هل تتشاركوا الوقت في قضائكم يمكن في المنزل بأنكم يمكن تمارسوا بعض الهوايات؟
أنا وإخواني نحب نمارس بعض هوايتنا بالبيت مثل الرسم، يعني هم إخواني يحبوا الرسم، فأحاول قد ما أقدر إني أعلمهم زيادة وعشان يكونوا فنانين. وبعد نحب القراءة. جميل. يمكن طبعا البذرة الأساسية هي الأهل، لما بيكونوا الأهل داعمين لأطفالهم بنشوف هذه المواهب وبنشوف يمكن هذا الطموح الكبير. ولكن اليوم سارية الحفيتي، شو بتقولي لكل الطالبات اللي عم يحضروك اليوم وعم يسمعوكي، ويمكن بشو بتنصحيهم ليقدروا يكونوا أشخاص، أو خلينا نقول أفراد فاعلين في المجتمع وقادرين يكونوا مبتكرين وأيضا مبرمجين؟ إنه ما يستسلموا بحياتهم ويمارسوا الهواية اللي يحبوها عشان يوصلوا اللي أنا وصلت له. طب احكي لي شو طموحك المستقبلي سارة؟ طموحي إني أكون أكبر مبرمجة ومبتكرة وأرفع اسم دولة الإمارات في العالم. لو قالوا لك اليوم أصعب اختراع ممكن تعتقدي إنه يكون موجود يوماً ما، شو ممكن يكون؟ وهل ممكن في فكرة اختراع حالياً ممكن تعملي عليها؟ ما لسه ما فكرتي باختراع. يمكن حابين نعرف منك شو هي طموحاتك المستقبلية بعالم البرمجة. اليوم نحن عم نتوجه للذكاء الاصطناعي ويمكن أمور كثيرة تكنولوجية، هل ممكن تشوفي نفسك في يمكن بعض البرامج أنك عم بتبرمجي ذكاء اصطناعي أو بعض الروبوتات؟ نعم، أحب برمجة، فأنا أطمح أني يعني أبقى برمج ذكاء اصطناعي. قد ايه بتقعدي وقت سارة وانت تتدربي لحتى تتقني البرمجه؟ اليوم الهوايه وحدها لا تكفي، اليوم انا ممكن يكون عندي شغف وهوايه بامر معين، ولكن لازم اعطي من وقتي ساعات معينه بشكل يومي اتدرب عليها حتى اتقنها. هل بتمارسي البرمجه بشكل يومي؟ كم ساعه بتقضي؟ انا عادي ابرمج بشكل يومي بس اخذ ساعتين لثلاث ساعات. يمكن احكي لي عن تفاصيل التدريب في المدرسة، ويمكن لما بتكونين برفقة معلماتك شو هي التفاصيل الحلوة؟ هل بيساعدوك، بيحكوا لك كومنت ممكن يشجعك؟ هل كان في تحديات في بداية الأمر؟ أكيد في تحديات، بس واجهت التحديات بمساعدة معلماتي وأمي. جميل جدا، احنا بالفعل جدا فخورين فيكي، كنتي معنا المبتكرة والمخترعة سارة الحفيتي، سعيدين جدا فيكي، وايضا نتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح، ونتمنى بالفعل كل الطالبات يكون عندهم شغف وطموح كبير مماثل لطموحك وشغفك يا سارة، نورتينا ويعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي، ولكن رح نتوقف لفاصل قصير ومن بعده راجعين. وصلنا معكم مشاهدينا لآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وأكثر الأخبار تداولاً على صفحاتها. في خبرنا الأول، في طبعاً الله يا دار زايد كيف محلاها، يا ناسي حلوة وقلبي مغرم فيها، كن القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم كف بانيها. على وقع هذه الأنغام وهذه الأغنية الوطنية من كلمات شاعر الرئاسة جمعة مانع الغويس قام رائد الفضاء سلطان النيادي بنشر مقطعا مصورا للأرض وأرض دولة الإمارات العربية المتحدة من محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها النيادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تويتر سابقا على الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة واحدة بكلمات بسيطة، وكتب دار زايد من الفضاء. لقى طبعا هذا المقطع المتداول ترحيبا وتفاعلا كبيرا من شعب دولة الإمارات وأيضا المقيمين على أرضها، فلنتابع. Yeah.
من منا كان يتوقع أن يسمع أغنية المحقق كونان الشهيرة الكرتون المفضل للكثير منا بصوت كوكب الشرق أم كلثوم، حيث ساهمت تقنية الذكاء الاصطناعي بتحقيق هذا المزيج ما بين الأصالة وأيضا الرسوم المتحركة. ما هو رأيكم باستبدال الصوت الأصلي للمغنية رشا رزق بصوت العملاقة أم كلثوم؟ فلنتابع. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير، كونان الرجل الصغير يسعى دائما. نظمت روضة الجليلة بالتعاون مع مركز غرس للأسر المنتجة فعالية بعنوان مجالس السنع الإماراتية، وركزت الفعالية على تعليم أطفال الروضة عادات وتقاليد أهل دولة الإمارات قديما، لغرس قيم وثقافة أجدادنا في نفوسهم. للمزيد مشاهدينا فلنتابع هذا التقرير. اليوم نحن متواجدين في حضانة الجليلة، راح نعرف أبنائنا على السنع الإماراتي، طريقة استقبال الضيف، طريقة إكرام الضيف، العادات والتقاليد المتواجدة في الضيافة معانا، أنواع الضيافة الموجودة معانا، الرطب، الدلة، مسكة الدلة، الأشياء اللي هي ممكن أن تعطي لأن كل طفل بدايات من أن معرفية تحفيزية تشجيعية للأعمال اللي يشتغلوا عليها إن شاء الله في الحضانة. يوميا ضيف عدنا يعني نرحب به البناء، عيال صغار يعني ما ندخلهم عند ضيوفنا، يدخلوا الكبار يعني يقربوا مثل القهوة شاي، أول ما يسووا يهتوا القهوة، حط البلاليط، حط الرطب، زين نفرش الحصير مالنا قهوي وروحوا. يزقر يعني إذا عندك بنت كبيرة يعني زقروها صبي قهوة، صب ليهم الفلفنيان قهوة بيديها اليمين، أول سلم عليهم تويهم وهذا، وعقب قاعد تسلوا وياهم. العود يحبوه على الراس، والصغار ترى يسلموا بايدهم يطلعوا، ما نخليهم يجلسوا عند الحريم مثلا يرمسوا، او الريايل الاولاد عند الريايل، والبنت عند امها، تعلمها يعني السلام وتعلمها المذهب وتعلمها الادب. انزين تقعد تسلم على الحرمه العوده وتقعد تصب عليهم فنيانقا او تحط عليهم رطب فواله يعني قهوه، يو صبت عليهم القهوه، جابت لهم المدخل مال الدخون بعود دخنتهم. أول يعني ما في دخون لهناك لهناك، الدخون المعمول في البيت، ودخنوهم ضيفوا لعدنا لضيوف وروحوا. الحين بنعلمهم يعني نفس الشيء يعني المذهب يعني الأدب الأخلاق، ما يعني الحين الجهال ما يحترم العود، بس الحين الصغار لازم يحترموا، يحترموا العود. الحين الأولين يحترموا من أول، كان حتى لو يارك يفتن عليك ما سيخبر أمه فلان ضربني، يعني يسمع كلام يارو ويارو، روح أمك تجي وتخبر أمك ولدك سوى كذا وكذا، يقول لك لا عينه أسلم لي غير عينه، ما يعني يستي ضارب، الحين يستي ضاربوا عليه وصير يشتكوا. ويلا عاد هذا السؤال ما نبغى ما الحين، أول لا أول اليار عند اليار. اليوم بمناسبة اختتام برنامجنا الصيف التراثي، فحبينا نستضيف مركز غرس للأسر المنتجي عشان نشرح للأطفال التقاليد والعادات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال السنع الإماراتي، فحبينا يشاركونا مع الأطفال هاي الحفلة يعني المصغرة لجميع أطفال الحضانة المشتركين بالبرنامج الصيفي.
يعد فصل الصيف وحرارته العالية من أكثر فصول السنة قسوة على البشرة والجلد، وذلك بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، الأمر الذي يتسبب بجفافها وخشونتها، ويحدث ذلك عادة عندما يفقد الجلد محتواه الطبيعي من الرطوبة والمرونة. رح نتعرف اليوم على تأثيرات الجو الحار وأشعة الشمس على البشرة والجلد، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح والإرشادات للحفاظ على البشرة مع أخصائية الأمراض الجلدية والبشرة ألا عبد القادر. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير يا ألا. صباح الخير، كيفك؟ أنا أكيد سعيدة جدا بوجودك معي لليوم، واليوم نحكي عن موضوع يمكن بيشغل بال الصبايا بشكل كبير خصيصا بأشهر الصيف. بداية قبل ما نفوت بتفاصيل رعاية البشرة والعناية فيها بالطريقة المطلة، خلينا نحكي عن أكثر مشاكل البشرة شيوعا في فصل الصيف. هلا أول شيء صباح الخير، كتير عم ننسأل عنه هذا الموضوع، حتى عندي بالعيادة كتير عم يسألوني إنه عم يصير عندهم كتير مشاكل فترة الصيف، عم يصير الجفاف القوي كتير، عم يصير عندهم حب شباب زيادة، عم يصير عندنا تصبغات. هذا الشيء كله لأنه ما حدا عم يهتم، يعني هن بيطلعوا بيستكسلوا يحطوا واقي شمس، إنه هو بياخذ بالزيقة معك، بس حطي واقي شمس بيحميلك بشرتك من الشمس من المشاكل. بيكون عندنا حبوب شباب ما بيلتزموا بالروتين اليومي، فانت لما بيطلعوا هن بالجو يلي بيكون كتير شوب، حبوب الشباب بتزيد، بتتحول لبعدين لتصبغات، بتصير علامات، فبتصير كتير مشاكل. ونحن بسبب التعرق الزايد بفترة الصيف، وهي سنة كتير شوب كانت عنا، خاصة هالفصلين عصر الغليان العالمي، اي خاصة فصل 8 و9 بالسنة بيكونوا كتير حارين، فنحن بنفقد تعرق زيادة، نفقد السوائل من الجسم، لازم نعوض السوائل بشكل دائم كميات منيحة. بالفعل. ألا اليوم أنت ذكرتي نقطة كتير حلوة، وهي موضوع واقي الشمس، وأنه أغلب الصبايا بيكسلوا أنهم يوضعوا واقي الشمس، ولكن اليوم أيضا سمعنا كتير إشاعات تخص واقي الشمس، بيقولوا أنه واقي الشمس بحاجة لتجديد كل ساعتين. صحيح، هل هذه المعلومة صحيحة؟ أكيد. ممكن نحن نعيد يمكن وضع واقي الشمس بعد وضعنا لمصحيق التجميل، لأنه خلال ساعتين أنت تكوني وضعتي مصحيق التجميل في حال كنت خارج المنزل، كيف فينا نقدر نحل هذه المشكلة؟ هي المشكلة الأكبر، أنه نحن نضع مصحيك التجميل ما فينا نحطها ونطلع بالشمس، لأنه هي بتتفاعل مع الشمس، هي بتزيد لك المشاكل تبع البشرة. فنحن عنا خطوتين كتير مهمين لكل البشرات، أنه هنا يخففوا الميك اب بفترة الذروة، يعني فترة التعرض للشمس القوي كتير لازم نخفف الميك اب، نحطه بعد الظهر أو نحطه المساء مشان ما يتفاعل مع الشمس ويزيد لك المشاكل. هي تحط شيء بسيط، في واقي شمس بلون يعني بيغنيكي عن الفونديشن، مثل البيبي كريم. ممكن في كتير واقيات بتغنيكي شوي عن الميك اب، بالمسا حطي ميك اب قد ما بدك، فول ميك اب للاسف دوامنا فيه، وكل ساعتين حتى لو فوق الميك اب يحطوه بطبقه خفيفه كل ساعتين اذا انت عم تتعرضي للشمس. بس اذا طلعتي ورحتي على مكتب او مكان مغلق ما في مشكله، ما في داعي كل ساعتين تجددي، بس اذا بدك تمشي بالطريق او شغلهم في عالم تحت الشمس لازم يلتزموا كل ساعتين. صحيح، ويمكن كمان من النصائح اللي دائما بنسمعها انه واقي الشمس مش فقط على الوجه وانما ايضا على الرقبه على كف الايدي، كف الايدي والاماكن المكشوفه كلها بالجسم. اذا في ركب مكشوفه كمان ممكن نحط عليها، لانه هو يعني الشمس مؤذيه جدا صراحه للجلد. تمام، ذكرنا مشاكل يمكن التصبغات ويمكن عدم وضع واقي الشمس ايش ممكن يعمل بالبشره، ولكن كمان عدم اهتمامنا بشرب كميه كافيه من السوائل بيأثر على البشره ايضا بطريقه سلبيه. كيف من الممكن ان تتاثر البشره في حال ما بقينا هايدريتد وما شربنا كميه كافيه من المي؟ هلا هو الافضل انه اذا ما عم تشرب كميه كافيه من المي تهتمي انه تحطي شيء على البشره، مرطبات، شيء يكون فيه فيتامينات للبشره مثل فيتامين اي، لانه فيتامين اي كثير بيرطب البشره وبنفس الوقت بيمنع الاكسده والجذور الحره. وكمان عندنا الفيتامين سي، الفيتامين سي بيساعد على تخطي اشعه الشمس وكمان مضاد للاكسده، ما بيخلي البشره يتغير الوانها على الشمس. في عندنا مرطبات فيتامين اي للبشرات الكبيره، لازم نهتم بهي المواضيع، يعني المرطب يكون فيه فيتامينات، ما ناخذ مرطب عادي انه يعمل تزييت للبشره، لا، البشرات الدهنيه بيلجأوا لفيتامين سي لانه هو بحافظ لهم على انه يظبط نوع افراز الدهون عند البشره. اما البشرات الكثير جافه والحساسه بتروح لفيتامين اي واي،
بيناسبهم اكثر. بالفعل يمكن لازم ناخذ بعين الاعتبار الاء الفروق في البشره اثناء استخدامنا للروتين اليومي للعنايه بالبشره. خلينا نمسك كل نوع بشره ونحكي عن روتين العنايه فيها بفصل الصيف. لو بدنا نحكي بدايه نبتدي بالبشره الجافه، شو هو افضل روتين عنايه للبشره الجافه؟ البشره الجافه احسن شيء انه يستخدموا غسول كثير بسيط ما يروح طبقات كثيره من البشره، يكون يفضل للبشره الحساسه مشان يعطيها شويه ترطيب. في غسولات فيها هيرونيك اسيد اللي بتجي فوم، ما بتجي محلول بتجي فوم، فبتجي لطيفه على البشره. تحط واقي شمس قبل النوم، تحط المرطب، تحط السيروم تبع فيتامين اي، تكثر شرب مي، غذاء يكون منيح، تروح لاخصائيه البشره تحدد لها هي نوع بشرتها، ممكن تعطيها هي علاجات، تعمل لها جلسات بالعياده بتريحها كثير. هدول البشرات كثير بيرتاحوا وبياخذوا نتيجه كثير حلوه، لانه هم اذا ما اهتموا حيصير عندهم يعني شيخوخه مبكره. دائما البشره الجافه بصير عندها شيخوخه مبكره اسرع من باقي البشره. رح نيجي لعلاجات، يمكن العلاجات اللي بتساعد البشره تبقى على حاله نضره ويمكن ما تفقد الكولاجين بعد شوي، بس رح نكمل ب يمكن انواع البشرات وافضل روتين للعنايه فيها في فصل الصيف. لما نيجي نحكي عن البشره الدهنيه، يعني البشرة بتكون لامعة في أغلب الوقت، عندها نسب أكبر بينها تشكل بعض الحبوب ويمكن بعض الآثار على الوجه. احكي لنا يمكن شو أفضل طريقة لنعتني بالبشرة الدهنية بالصيف. البشرة الدهنية هي كتير شائعة وكتير منتشرة، أكثر شيء مزعجة صراحة، كتير بيجوا عم يشتكوا أنا بشرتي كتير عم تطلع لي حبوب، كتير دهنية، فيها أوبن بوز، كتير فيها رؤوس سوداء، المسام مفتوح، مزعجة. هلا احسن شيء انه هن يغسلوا اقل شيء 3 مرات باليوم. الغسول تبع ممكن يكون فيه مواد مستلسلك، ممكن يكون فيه حسب نوع البشره، في عندك بشره دهنيه وحساسه بنفس الوقت، مو بس دهنيه، ما بتقدر تاخذ اي نوع غسول، يعني هي بتكون من اصعب البشرات. في بشرات دهنيه لا بتتحمل انه انت تحطي لها غسول يشيل من الطبقات مشان يخفف لها الدهن. طبعا لها علاجات بمراكز التجميل، بيعملوا جلسات، ممكن يعملوا جلسات ديرمابين مشان افراز الدهون يكون اقل، بيحطوا لهم بوتوكس مع الديرمابين، فهي بصير عندها اقل افراز الدهون والحبوب، وبنفس الوقت بتسكر عندها المسام المفتوح. لازم تتنظف كل شهر لانه هي المسام المفتوح بتزيد وبتعمل مشكله وبتعمل شكل مو حلو وبتسد، ولما تدخل بقى الدهون بتطلع والافرازات بتسد وبتعمل حبوب بثور. لازم النظافه كثير، لازم غسول، لازم يستخدموا فيتامين سي، ولازم يهتموا ببشرتهم، واهم شيء واقي الشمس. ويمسحوا المكياج قبل ما يناموا، يمكن هذه من اكثر هن ما بيقدروا يحطوا مكياج لانه مع المكياج مع الدهون بتصير البشره فظيعه. صحيح. فهن ما فيهم غير للمساء. قبل ما نيجي لي يمكن العلاجات المتاحه في العيادات، خلينا نحكي عن اخر نوع بشره وهي البشره المختلطه، السهل الممتنع، لا هي جافه ولا هي دهنيه، في منطقه التي زون اللي اغلب الوقت بتكون دهنيه وباقي الوجه جاف. شو افضل طريقه للعنايه فيها وشو افضل يمكن الممارسات اللي ممكن نتبعها لنقدر نعادل بين المنطقتين الجافه والدهنيه؟ هلا في كثير علاجات بتقدر تعملها، انه نحن بس بنرطب المنطقه الجافه، والمنطقه التي زون لا نحن ما بنقرب عليها بالترطيب، فنحن بننصح انه لا ما ترطبي، رطبي بس مثلا المنطقه اللي جافه اللي عندك، فبترتاح يعني امورها بتكون منيحه، وبتروح على المركز طبعا كمان بتعتني وبتعمل جلسات. بتستخدم غسول للبشره العاديه، لا للجافه ولا للحساسه، ما بده يكون في مواد كثير فيها، تستخدم عليها فيتامينات، ما بتكون هي مزعجه. ما بتكون مزعجة؟ لا ما بتكون مزعجة، ولكن دائما شو ما كان نوع بس البشرة بس بتكون شوي زيادة افراز الدهون بالتي زون يعني، بس ما بتكون مزعجة، بس ايام بتشد الجفاف عليها اذا ما اهتمت، فهي بدها تهتم على الحالتين. جميل، بكل انواع البشرة نحن بحاجة للعناية والاهتمام بالبشرة. ذكرتي قبل شوي الشيخوخة، ويمكن انه البشرة الجافة هي الاكثر عرضة للشيخوخة المبكرة في حال عدم العناية فيها بالشكل الصحيح. شو علاقة الاهتمام اليومي بالبشرة والشيخوخة المبكرة للجلد؟ البشرة الجافة دائما بتعطي، كيف بدي اقول لك، بتعطي مثل قشور، ممكن تعطي شد، بجف الجلد، بصير الجلد بيترهل بسرعة، او بيعطي لون خطوط هو لحاله بيعطي خطوط لو كانت بعمر صغير. يعني ايام بتجيني مثلا صبية
عمره 23 سنة بس من كتر الجفاف عنده خطوط، عنده خطوط الابتسامة، عنده خطوط حول العين، عنده خطوط حول التم. فبطلع هيك بتقلي انه انا كبرت بسرعه، بقول لها انت ما كبرتي، انت بس حاولي انه ترطبي بشرتك وامورك كثير بتكون منيحه، وفعلا بتشتغل على الترطيب، بترجع بتشد البشره، بتتنشط، بترجع بصير فيها فوليوم، بتصير ما احلاها. لازم الهيرونيك اسيد دائما دائما يستخدموه للبشره الجافه وللحساسه بشكل دائم. فيتامين اي مرطب مفروض دائما دائما المرطب يكون فيه فيتامين اي. نحاول انه نعلمها كيف تعمل مساج بسيط للبشره مشان تنشط البشره، تنشط الكولاجين. لازم نعلمها كل الاشياء الروتينيه اللي هي بتساعدها انه بشرتها ما تكبر بسرعه. ابر النضاره مهمه طبعا. ليش؟ لانه هي بتحبس السوائل داخل البشره وبتعطي ترطيب اكثر وبتعطي نضاره وبتساعدها على تخفيف الجفاف. إذا إبر النضارة بتساعد البشرة على أنها تكون رطبة أكثر بفصل الصيف. تماما. ولكن عم نسمع عن كثير يمكن علاجات متاحة بعيادات التجميل وعند أخصائيين البشرة، وبطلنا نعرف شو أفضل يمكن علاج بناسب بشرتنا. حابين نعرف عن أكثر العلاجات فعالية يمكن في الوقت الحالي واللي هي أكثرها ترندي في الوقت الحالي، وكل من هذه التقنيات إيش بتساعد البشرة ويمكن إيش النتيجة المتوقعة منها. هلأ في كتير علاجات وفي كتير أنواع، في كتير يعني أسماء ومسميات. كولاجين بوستر مثلاً. تمام. في كتير كتير مسميات. هلأ حسب البشرة اللي عندي وحسب الحالة وحسب الوجه العمر، البشرة، نوع البشرة بيختلف، نسيج البشرة بيختلف، يعني حسب انا الحاله اللي عندي، الكيس انا بشوفه شو اللي هو بيناسبها بحدد له نوع العلاج. اما علاج مناسب لكل البشرات ما في غير انه يهتموا بالترطيب والفيتامينات والغذاء تبعهم، يهتموا انه يحطوا واقي الشمس كل ساعتين ويكتروا من المي. هي لكل البشرات النصيحه. اما كعلاج بعياده انا لازم اشوف الحاله اللي عندي. هلا ممكن انا تجيني مثلا بشره بدها تعمل مثلا شد او بدها تعمل ترطيب، بس هي بشرتها اويل، انت كيف بدك تعملي لها ترطيب؟ ما انا لازم اعمل لك شيء، احدد لك افرازات الدهون، بعدين بلش بالنضاره وبلش بالترطيب وبلش بالشد. فما في شيء محدد لكل البشرات، لا، وانما كل حاله بتتطلب علاج مناسب لها. رح نرجع اكثر لهذا الموضوع، ولكن خلينا نحكي عن دوري الغذاء الصحي والتغذيه السليمه في فصل الصيف او حتى في فصل الشتاء، وكيف ممكن تنعكس على البشره. اليوم نحن معرضين للاكل السريع، الاكل المعلب، يمكن بعض المنتجات الغذائيه اللي يمكن خلينا نقول ما لها طبيعيه 100%، وهذا كله ينعكس بشكل سلبي على بشرتنا. شو هي يمكن فائدة الغذاء الصحي ويمكن احتواء نظامنا الغذائي على الخضرة، الفاكهة، وأيضا المكسرات وغيرها لنضارة البشرة ويمكن أعطائها عمر أصغر؟ صحيح. هلأ ما حدا عم يهتم بهذا الموضوع، كله بتلاقيه على الجاهز، كله بده تكوي. يعني حتى الصبايا الصغار بالعمر بتحسيهم معتمدين أكثر على الأكل، البرجر والكي اف سي وما بعرف، زيوت مهدرجه، وبيعمل لهم هذا الشيء حبوب، بيعمل لهم جفاف بالبشره، فيتامينات ما عم ياخذوا، ما عم ياكلوا خضره. هذا الشيء بياثر مو بس على البشره، على الشعر وعلى الاظافر، على الفيتامينات. يعني انا كثير عم يجيني ناس عندها نقص حديد، نقص فيتامين د، يعني عندهم مو بس نقص فيتامينات البشره، حتى بالجسم. هذا الشيء بياثر على كل شيء، ما بيهتموا بالغذاء، تلاقي بدهم ياكلوا بسرعه اي شيء سريع، بتعملي لهم سلطه ما بتعجبهم. صحيح. يمكن هاي المشكله عم نواجهها بشكل كبير بالاونه الاخيره، ولكن اليوم كمان عم نشوف انه البنات عم يهملوا العنايه بالبشره بعياده التجميل، وعم يحبوا اكثر الفيلر والبوتوكس اللي بتعطي نتائج فوريه. اليوم شو هي نصيحتك للمراجعات اللي بفضلوا انهم هم يعتنوا خلينا نقول بشكل الوجه وعوضا عن نوعيه البشره وصحتها وعمرها؟ هلا انا بنصحهم انه هن يهتموا يروحوا مراكز التجميل بس ما يكتروا، يعني ما حلو الاوفر كمان، يعني حلو الشيء الطبيعي. وكمان في روتين المنزل، يعني هلا انا بتجيني المراجعه لعندي او المريضه بنعمل لها شيء بالعياده، بس كمان بعطيها روتين منزلي تمشي عليه بتستفيد عليه، تراجعني كل فتره انه حلو الروتين المنزل، الغسول، الكريم، الاكل، تهتم باكلها، يطلعوا شوي بالشمس مشان ياخذوا فيتامين د، الصبح بكير طبعا مو فتره الذروه، نهتم شوي بفيتامينات بحبوب،
ممكن انه بس نصير بعمر شوي فوق 30 نقدر ناخذ كولاجين او ناخذ حبوب فيتامين اي او ناخذ شيء يعني من الداخل يغذي لنا بشرتنا، وبنفس الوقت نحط شيء لوكويت يعني نحط شيء سيرومات للبشره، نهتم بالعياده وابر النضاره حلوه، وفي ناس محتاجه فيلر محتاجه يحطوا عادي فليش لا. اوكي ذكرتي مره ثانيه الكولاجين، اليوم عم نسمع عن الكولاجين بوسترز اللي هي مثل خلينا نقول محلول بيشربه الشخص بيعزز من وجود الكولاجين بالجسم، ولكن سؤالي لك لا، هل بالفعل قادر على تعزيز الكولاجين ولا افضل نلجا للعيادات المختصه بالبشره وحقا الكولاجين اللي قادره تعيد يمكن شباب ونضاره البشره؟ هلا هو بيساعد للجسم، بيساعد بس وين بنلاقي الفعاليه اوضح واكبر؟ حسب، هذا له فعاليته وهذا له فعاليته، اللي بالعياده لما بتحطيه انت بالبشره بيوصل للطبقه الثانيه والثالثه للجلد، فهو بيعطيك نتيجه سريعه، اما هذاك بطيء بس بيعطيكي بالجسم للشعر، ممكن يعطيكي للعظم اكثر من الوجه. من البشره دائما الوجه اقل شيء بياخذ الفعاليه من الحبوب والفيتامينات والقصص هي، دائما الوجه بدك تهتمي فيه اكثر. يعني هو انت ما حتشربيه فورا، يعني بده اشهر وبده وقت يبدا ينعكس تماما، بس بالجسم وبالشعر فورا بيعطيكي فعاليه وبتحسي باختلاف. ماذا عن التقشير؟ عم نسمع كثير عن التقشير الكربوني والتقشير المنزلي وفي اختلافات كثيره نحن ما بنعرف تفاصيلها، احكي لنا عن التقشير وكيف يمكن نعرف افضل نوع تقشير لبشرتنا. هلا التقشير حلو كثير للبشره صراحه، بس هو وقته بالشتاء حصرا، بالصيف ما بنعمل تقشير، وإذا انعمل بدنا ندير بالنا كثير من الشمس، ما نطلع ندير بالنا على بشرتنا، ما نغسل. واقي الشمس يكون صاحب لنا؟ لازم كل ساعة كل ساعة كل ساعة، إذا بدنا نطلع وممنوع ينطلع بالشمس أو تحت أشعة الشمس وقت نكون عاملين تقشير، ممنوع الميك اب له، يعني له عدة خطوات ممنوع إنه نحن نقرب عليها، بس هو كتقشير كثير حلو للبشره. طبعا هو اكثر شيء بياثر للبيجمنتيشن اللي عندهم تصبغات بيكون كثير قويه، ممكن نستخدمه للجسم ممكن نستخدمه للوجه، ففعاليته كثير قويه بتكون، بيشيل الكلف بيشيل التصبغات النمش، حتى البشرات اللي ما فيها شيء هن بيعملوا تقشير بيجدد لهم الخلايا، بيزيد تحفيز الكولاجين، بيعطي عمر اصغر، بيعطي شد للبشرة. يعني في بشرات أنا بتجيني ما فيها شيء بتقلي أنا بدي أعمل شيء جديد لبشرتي، بدي جدد، فهو بيصغر المسام، بيعطي شد، وبيعطي تحفيز للكولاجين لأنه هو بيجدد كل الخلايا، أنت عم تطلعي وجه جديد نظيف من أول وجديد، فهو كتير حلو للبشرة، وكل بشرة لها نوع تقشير خاص فيها. البشرة اللي فيها حبوب شباب لها نوع، والبشرة اللي هي صغيرة لها نوع، والبشرة الكبيرة بالعمر كمان لها نوع، فحسب، وحتى الجسم له انواع، فدائما يمكن لازم نلجا للمختصين لحتى يحددوا لنا نوع التقشير والعلاج ايضا المناسب. وبالبيت هي بتاخذ الهوم كير وبتكمل بالبيت التقشير تبعها بعد ما تقشر بالعياده، طبعا بمتابعه مع الطبيب او الاخصائي اللي هو متابعه، وبتجي كل اسبوع مشان نشوف نحن التقشير كيف صار. لانه هو خطير صراحه، ما انه سهل، ولكن ما بيحل مشكله مثل مشكل مثلا السواد تحت العين او الهالات لا ممكن. السوداء بيحل صار في عندنا شيء للهالات السوداء تقشير. جميل، صار في عندنا تقشير، وممكن انه نعمل حقن للميزو تحت العين، نحقن تفتيح، ممكن اذا في تجويف تحت العين نحن نعمل فيلر. ليش؟ لانه الفيلر بيشد فبيعطي مساحه تخف السواد تحت العين، بخف الظل ايضا تماما العين. بالفعل اليوم بشرتنا ممكن تتاثر بشكل كثير كبير بفتره الصيف وبفصل الصيف، ولكن نحن دائما بحاجه للعنايه المنزليه وايضا استشاره المختصين. شكرا كثير لك، كنت معنا اخصائيه الجلديه والبشره آلاء رياض عبد القادر، شكرا لك نورتينا ويعطيك العافيه. شكرا، يعطيك العافيه وشكرا على البرنامج. يا هلا فيك. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي ورحلتنا الصباحية، ولكن رح نتوقف لفاصل قصير ومن بعد راجع. ما
باستخدام الخطوط العريضة والألوان البراقة والرسومات أيضا الجذابة، تمكنت ضيفتينا بمحاكاة الشخصيات وخلق قصص مشوقة تأسر القلوب وأيضا تجذب الانتباه لجميع القراء ولعالم الرواية المصورة بما تحمل بين طياتها من بهجة وعبرة وأيضا حكاية. رح نناقش هذا الموضوع مع طبعا أروع المجالات الفنية القصصية، ونرحب بالمؤلفتين القصصيتان مرح أدويكات والمؤلفة أيضا منار أدويكات. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك، صباح النور. يا هلا فيكي منار. بداية أكيد رح نتابع هذا الحوار ورح نحكي أكثر عن يمكن القصص المصورة، ولكن رح نروح نشوف هذا الفيديو ومن بعده راجعين. حياتنا لحظية بشكل أحمق، ما نملكه الآن نخسره بلحظة، وما خسرناه يوما يعوض بلحظة أخرى. لكل منا لحظة لا تفارق ذهنه، غيرت حياته بأكملها. بالنسبة لي كانت تلك لحظة دخولك حياتي. اخترت ابنتي بين الجميع، جريء أنت لتحاول أخذها من يدي. ماذا تظن نفسك؟ ألا تظن أنني سأحاول منع هذا؟ غيرت كل شيء، وكأنك خطرا حتمي لم أدركه إلا مؤخرا. كنت بجواري ولم أرك أبدا، رجوتك ألا تأخذها، تمنيت من كل قلبي. لكن لما؟ لما أنت مصمم على بين الجميع؟ لماذا؟ طبعا رواية أبو لينا رواية رائعة قمت فيها مرح ومنار، ولكن بداية قبل ما نفوت بتفاصيل هاي الرواية وبداية يمكن مشواركم، احكوا لنا يمكن ما هو فن الرواية المصورة يا مرح؟ صباح الخير. صباح النور. فن الرواية المصورة هو تقريبا زي القصة العادية، بس بنستخدم فيها صور عشان زي مثلا مش بس نعكس القصة اللي ببالنا بكلمات، احنا بنستخدم كمان صور. فزي ما بيحكوا احيانا الصورة بتكون بتغني عن 1000 كلمة، فاحنا بصورة صحيح. واحدة بنعطي كتير امور مع بعض. جميل. طب منار، يمكن ليش اخترتوا فن الرواية المصورة؟ ليش كان اختياركم لهذا النوع من الروايات؟ احنا اصلا من عنده احنا صغار بنحب نرسم، فمع بس صرنا نكبر صرنا نشوف انه بيخطر لنا افكار، بيخطر لنا اشياء، فصرنا نحكي ليش ما نمثل هاي الافكار وهاي القصص بطريقه برضه احنا بنحبها، نفس مثلا الرسم. وبهاي الطريقه يوم صرنا نشوف المانجا وهالامور شفنا انه في فن فعلا بيدمج بين الرسم وبين القصه، فليش ما نلجأ له وحاولنا فيه. جميل. دائما اي شخص كاتب او مهتم بالروايه بيكون فرد مهتم، ولكن الجميل جدا اليوم اني انا عم بشوف اختين يمكن أعمارهم متقاربة قادرين يطلعوا عمل مشترك وسموه أبو لينا. قبل ما نيجي لرواية أبو لينا، يمكن كيف اكتشفتوا أنه أنتوا التنتين عندكم نفس الهواية وكيف بدأت؟ الموضوع هو بدأ من أيام المدرسة، لأنه كنا بحصة الفن نحبها كتير كتير كتير، وحتى كانت عندنا معلمة الفن اللي هو دائما كان اسمها معلمة نجلاء، كان دائما تحبني أنا ومنار كثير نتعاملنا غير، كان دائما تحكي إنه أنتوا عندكم موهبة وتأخذنا على مثلا مسابقات وهيك، ومع هيك أنا ومنار صرنا ندعم بعض بالموضوع. لما أنا أكون ما عارفة أرسم إشي أروح لمنار، وهي مو عارفة ترسم إشي تيجيني. فمن هون بلشنا أنا نحس الموضوع أكثر من إنه بس حصة فن، يعني إحنا إشي بنحبه صرنا نعمل بالإجازات الصيفية، نروح على نادي الصيفي نرسم، بعدين اكتشفنا إنه إحنا عن جد بنحب الرسم. هون كانت يمكن شرارة البداية، ولكن لما قررتوا منار إنكم تبدأوا تحطوا هاي الهواية أو هاي الموهبة على الطريق الصحيح وتقدروا تستخدموها لتصنعوا شيء أجمل، متى كانت هذه يمكن البداية؟ وهل كانت أبو لينا القصة أو الرواية المصورة كانت هي أول عمل لكم؟ بس أنا ومرح بدينا هالموضوع بكورونا، كنا محجورين ما عنا إشي نعمله، فصرنا نحكي كان عندنا قصه بشكل عام احنا نالفها بيننا وبين بعض. فمره اجت مره حكت لي منار ليه ما نعملها كوميك، واحنا ما كنا شاطرين بالرسم، فحكيت لها مستحيل نرسم كوميك احنا ما هنعرف.
من حكت لي خلينا نجرب، أصرت علي وزعلنا من بعض وكذا، أنا ما بدي وهي بدها، آخر إشي قررنا نعمل كوميك. إذا كانت مرة هي شردت البداية. بالضبط. بعدين عملنا صفحة واحدة وطلعت، يعني ما توقعنا هيك تطلع. طبعا مع الزمن تطورت، وكان عندنا قصة أولى بدينا فيها مو أبو لينا، اللي هي اسمها تلال كالدونيا، هاي كوميك مو من نوع أبو لينا، اللي هي تكون أجزاء كتير شابتر. فحبينا ما نبدأ ندخل أول مرة بسلسلة كتب، ندخل بكتاب واحد قصة قصيرة وتكون يعني نجرب فيها نشوف كيف. وبعد ما عملتوها مرح، كيف كان صدى أول يمكن قصة قصيرة مصورة عملتوها؟ يمكن أكيد أول عمل عملته مع بعض، حابين تشاركوه مع أهلكم، مع أصدقائكم، مع مدرساتكم اللي حفزوكم بالأول، كيف كانت الأصداء ويمكن كيف كانت ردات الفعل؟ احنا تقريبا كنا كل ما نخلص خطوه نعمل حفله بيننا وبين عن كل خطوه، خلصنا النص عملنا حفله، خلصنا اول كم من صفحه عملنا حفله، كنا كثير ننبسط، يعني اي انجاز صغير نحاول نضخمه ونحس انه عن جد عملنا شيء كبير. وبرضه الناس اللي حوالينا بدات تاخذنا بجديه اكبر، لانه كانوا يشوفونا احنا نوعا ما بنرسم لمتعه او لهوايه، يوم صاروا يشوفونا احنا عن جد بنعطي كل يومنا للرسم وطلعنا هاي شيء بايدكم، بدوا ياخذونا بجديه اكثر، فاحنا انبسطنا. يعني حلو لما الواحد يثبت احلامه ويوري انه هو قادر يحققها وقادر يلغي فكره انه هو فقط للتسليه وانما ايضا هو موهبه. ولكن منار حابه نحكي اكثر عن روايه ابو لينا، اليوم طورتوها لهذه الروايه، فيها رسم خلينا نقول متقن للغايه، استخدمتوا ايضا تقنيه الاضاءه والظلال، احكي لي عن التقنيات تاعت الرسم في روايه ابو لينا. هسه تقنيات الرسم راح تكون هي بتختلف عن تقنيات التلوين، بس بشكل عام التقنيتين دمجهم مع بعض بيخلق مشهد في ذهن المشاهد. يعني احنا مثلا لو بدنا لقطه فيها شويه غموض راح يكون الرسم نفس الاخراج بالمسلسلات، يعني طريقه التصوير راح تكون مختلفه، الرسم راح يكون شويه فيه غموض، والالوان برضه والظلال راح تكون مثلا خافته او تحط اضاءه معينه بمشهد معين، راح يعطيك هذا الشيء تصوير كامل للمشهد كانك بتحضريه بالتلفزيون. جميل، يمكن قادره اتخيل كيف قادرين تنقلوا السينما او المشاهد المصوره بالسينما الى كتاب مع الوان. ولكن يمكن هل في تحديات واجهتكم مرح في البدايه قبل ما تبداوا ابو لينا؟ هل اختلفتوا على الفكره؟ هل يعني اليوم في اكثر من مبدع في هذه القصه، في مرح وفي منار، هل اختلفتوا على عنوان الروايه، الالوان، الشخصيات؟ اكيد كان في بعض التحديات والصعوبات، واحدها الخلافات بين الاخوات، هذا شيء طبيعي. احنا عن هاي المناقشه، احنا لانه احنا اخوات هالشيء كويس وبرضه له سلبيات. احنا كنا بالبيت عن جد يكون عندنا ارجيومنت بخصوص شيء بالقصه، ما في مزح، يعني يا رأيها وما في حد بالنص حايد بيننا، فكنت أنا مثلا أحاول أقنع منار، هي تحاول تقنعني، والموضوع كان عن جد صعب. وحتى مثلا اختلفنا إحنا من البداية، كنت أبو لينا الفكرة هو يعني نوعا ما أبو لينا هو بيحكي لبنته اللي هي لينا، كنا بدنا إياها كمان كان عندنا فكرة هي بنت تحكي لأمها، يعني هي القصة بتزبط على أكثر من أيوة. فكان كل واحدة عندها فكرة وحاولنا نتناقش، آخر إشي رسينا على أبو لينا. بس بالنسبة للعنوان لا، العنوان هو أجا هيك مع بعض، يعني في أشياء ما بعرف كيف نتفق عليها مع بعض الحمد لله، بس في أشياء تانية كثيرة كان فيها صعوبات خصوصا بالتلوين وهالأمور، يعني أحيانا مثلا واحدة تيأس شوية ما تعرف تضبط، تيجي الثانية يلا تساعدها وتدعمها. حلو كثير انه اليوم يكون في سند وايضا شخص نقدر حتى نختلف معه بالراي لحتى نقدر نوصل لافضل وجهه نظر وافضل قرار فيما يخص الروايه او حتى في الحياه بشكل عام. ولكن منار اذا بدك تلخصي لنا روايه ابو لينا في سطور قليله، كيف ممكن تشرحي لنا اياها؟ ابو لينا هي قصه دراميه طبعا مصوره، قصه قصيره، يعني ممكن الواحد يشرب كاسه شاي ويخلصها لهالدرجه. وبرضه فيها نفس بلوت تويست، اللي هو انت بنص الكتاب راح تكتشفي شيء ما كنت فاهمتيه، وراح احداث غير متوقعه. ايوه، وراح ترجعي تقراي الكتاب على اساس انه راح تعرفي انك كنت فاهمه غلط، لازم هذا الفكره. يعني راح تفكري ابو لينا بيوجه الرساله لشخص معين، راح يطلع بيوجهها لشيء ثاني، ما هعطي اكثر من هيك. بس ان الفكره انه يعني ابو لينا فيها شويه لفه، وهي قصه دراميه للشباب وللكبار، لأنها فيها عمق معين صعب الصغار يفهموا، عرفتي؟ إذن هي ما بتستهدف الأطفال، هي رواية مصورة ولكنها ما بتستهدف الأطفال بالعمر، وإنما أيضاً البالغين خلينا نقول، وأيضاً الناضجين. اليوم شو أصعب شيء واجهتي مرح ب
يمكن إصداركم كتاب أبو لينا. اليوم أكيد العمل على هذه الرواية مع أختك في المنزل ممكن يكون فيه بعض الصعوبات، ولكن إخراج هذا العمل الرائع إلى العالم الخارجي أكيد فيه صعوبة. أحكي لك. هو بصراحة كان فيه صعوبة كبيرة، عشان يعني نكون واضحين أن الواحد داخل على مكان جديد، والمكان الجديد هو مو متوقع. احنا فكرنا مثلا خلال شهر الكتاب ممكن يكون طالع، خصوصا انه هو اول كتاب كنا احنا بنحاول ننشره، فتوقعنا الموضوع كثير انه اكثر مما هو عليه، بس يبدو انه طلع كثير اطول، لدرجه انه حتى انا ومنال يعني كنا مثلا بعض المراحل نتوقع انه يجي منها صدى كبير يجي منها صدى خفيف، يعني فاحنا كنا نحط تخمينات وبالاخر مثلا يطلع انه لا لسه ضايل خطوه، بدنا نحكي ضايل شويه، لا يعني الموضوع طلع شوي اطول واصعب وبده صبر، يعني ما توقعت لهالدرجة بده صبر، خصوصا ان نحن كنا نشوف كتاب بمكتبة بسهولة ممكن يطلع، هو له صعوبات وله خطوات كثيرة ومراحل بمر فيها من تدقيق من صحيح. ناس تراجعه وهيك. جميل جدا، يمكن اي تفاصيل بدها صبر، ولكن اذا قدرنا نصبر عليها اكيد رح تكون النتائج مرضية لنا. ولكن منال كمان اليوم لما نحكي عن هذه الرواية المصورة كيف تختلف عن المانجا والرسوم الكاريكاتيرية اللي بنشوفها، ويمكن المجلات المصورة والرسومات والانمي مجلات الانمي، هل تختلف بالفعل عن المانجا وغيرها من القصص المصورة؟ كتاب أبو لينا ممكن لو حدا فتحه من بحبه انمي او مانجا راح يعرف انه هذا مختلف تماما. لأنه وين الاختلاف؟ هسا معظم الانمي والمانجا بيكون مو ملون، هاي اول نقطه، اما أبو لينا ملون، والانمي والمانجا غالبا بتميل معظم طبعا انها تكون فيها اكشن فيها خيال علمي فيها كذا، اما انا ما راح بنحاول بالقصص تاعتنا نركز على بس الانسان وعمقه وما نحط مثلا كثير ظروف حواليه، انا لا بس الانسان وهو عايش انسان طبيعي يحس انه هو ريليتد للشخصيه اللي بيحضرها، عرفتي؟ فهذا الشيء ممكن بحسه شويه بيختلف عن الانمي اللي هو الكونتنت نفسه وطريقه الرسم والتلوين. حتى طريقه رسم الانمي بعرفها الكل انه العيون بشكل معين، طريقه تحديد الوجه بشكل معين، اما احنا شوي برسمنا بيشبه الانسان الطبيعي اكثر اللي هو انساني اكثر. قد ايه اخذكم الموضوع لتقدروا تنهوا هاي الروايه المصوره؟ بتوقع اخذت الوقت الكافي، لانه اليوم هي مش مجرد نص وانما رسومات، بعض التقنيات تاعت الإضاءة والظلال اللي ذكرناها، ويمكن أيضا لتوصلوا المعنى بالشكل الصحيح، وأيضا مثل ما شفنا في الفيديو سابقا استخدمتوا يمكن خلينا نقول الجرافيك لحتى تقدروا تحركوا هاي المشاهد وتظهر كقصة أو ككرتون مصور. احكي لنا عن هذا الموضوع. هي المدة كانت تقريبا أبو لينا كفكرة بدأت معانا من نص 2021 أول 2021 وطلعنا بآخر 2022، يعني تقريبا يعني اخذ مده طويله. بالنسبه للانيميشن احنا يعني هو الانيميشن زي ما بنحكي شويه بيعطي يعني حياه للرسم اللي احنا عنا اياها، فلو حتى احنا فكرنا انه لو جبنا كمان الفويس اوفر بيعطيه يعني يلعب على اكثر من حاسه، حاسه البصر حاسه السمع، وهيك بننوع شوي على المشاهد. فبالنسبه للاعلان اخذ معنا كثير، لانه برضه ما توقع احنا نتعلم، يعني ممكن الخطوه تعمليها اول مره تاخذ معك مثلا شهرين ثلاث، ولكن مع الممارسه بتصير اسهل واسرع. ايوه بالضبط. فاحنا الانيميشن اخذ معنا بجزء 5-6 شهور عن ما رسمنا وحركنا وجبنا فويس اوفر وتدربنا وجبنا النص ودققنا، اخذ معنا بجوز 6 شهور. ايوه انا بالفعل فخوره فيكم، ولكن كمان يمكن كل ما سالتكم سؤال بيتبادر الى ذهني اسئله اكثر. اليوم كيف بتروجوا لهي القصص المصوره بزمن يمكن عم نشوف الناس عم بيقل اهتمامها بوقت المطالعه، ويمكن خلينا نقول الوقت اللي بيقعدوا فيه بيقرأوا فيه قصه مصوره او حتى يختلوا بنفسهم بشكل عام، عم يلجأوا اكثر لمواقع التواصل الاجتماعي ويمكن توافه الامور في الوقت الحالي للاسف. كيف بتروجوا لاعمالكم ضمن يمكن الوقت اللي اصبح اهتمامات الناس مختلفه؟ حسب ابو لينا ممكن الاعلان اللي شفتيه للتو هو طريقه للترويج للناس اللي على التليفون، يعني احنا عملنا هالاعلان كاساس على اساس انه نعمله ك يعني مثلا سبونسرشيب في الانستغرام وفي اليوتيوب، لانه الناس مثلا لو هم بيكونوا بالانستغرام او باليوتيوب صح. وفجاه بيطلع لهم انيميشن ما راح يتخيلوا انه من وراه في كتاب ومرسوم فعلا، واحنا ممكن نعطيه فرصه خصوصا لو عرفوا انه كتاب قصه قصيره، يعني ممكن اخلصه بنص ساعه بالباص ولا بشيء. فهذا هو كان السبب الاساسي انه لو لجأنا لهذه الطريقه الانيميشن ان شاء الله راح اكيد راح تجذب الانتباه. أيوة.
والاهتمام. فكرة كتير حلوة، وبتمنى يمكن اليوم بالفعل أي شخص بيصادف أي إعلان لقصة مصورة أو رواية مصورة يعطيها الفرصة ويمكن يعطيها الوقت لحتى يكتشف مكنون هذه القصة والرسالة اللي بتحملها هاي القصة أو حتى الرواية. ولكن ما رح أحكي لنا عن الدعم العائلي. أكيد اليوم وجود والدتك إلى جانبك عم نشوفها بالاستديو، ويمكن الأهل هم بيكونوا دائما الدافع الأول وأكثر الأشخاص اللي بيخلونا حتى في لحظات يأسنا، ويمكن خلينا نقول فقداننا للأمل أو الشغف، هم دائما الأشخاص اللي بيكونوا موجودين وبيقولوا لنا لا أنتوا قادرين. احكي لي عن الدعم اللي أنت ومنار حصلتوا عليه من أهلكم. هو الحمد لله يعني إحنا أول شيء ماما معنا بكل خطوة، حتى مثلا لما كان بعيد ولا إشي على طول تيجي معنا. معرض الكتاب كانت مع يعني احنا بعيدين شوي عن الشارقه، بس كانت تيجي معنا، واي مقابله ولا شيء بتصير انها تيجي. ومن ناحيه العمل جوا البيت برضه ماما لها كثير دعم، لانه لما نكون مخلصين قصه، لانه ماما شويه بيكي بالقصص وبتنتقد، يعني ماما نقدها كثير كويس. أيوة. دائما لحتى ينجح العمل لازم يكون فيه نقد بناء. أيوة. او حتى غير بناء في بعض الاحيان. النقد هو يمكن بيساعد العمل يطلع في ابهى حلقه. ايوه الحمد لله ماما كانت يعني بتكون صريحه معنا وبتحكي لنا انه مثلا ليش ما تعملوا هيك، وبناخذ رايها بعين الاعتبار، مع انه زي ما حكينا قصه مصوره مفروض للصغار، بس عن جد ماما كانت كثير بتساعدنا بالقصه، خصوصا الجديده عندنا هسه. نحن شغالين على واحده، ماما كثير كل مره بتجينا شو صار، شو القصه هاي، شو الصفحه، ورجوني. فاحنا حسينا انه يا رب الواحد فعلا يعرف ياثر بكذا، يعني اذا ماما حبت القصه فهي عن جد مو للصغار. وبالنسبه للدعم الثاني اللي هو يعني كل عائلتنا برضه كانت كثير انترستد باللي بنعمله من البدايه، عشان في ناس اكيد بتحضرنا حابه تبلش من البدايه، ما بيكون في هيك، لانه بيكونوا شايفينك انسانه بتمارس هوايتها، ولكن مع الزمن فعلا بتبلش تقدري تثبتي انه هذه مش مجرد هوايه وانما موهبه. ايوه يوم يشوفوها شغل عن جد بيهتموا. بالفعل يمكن ذكرتي نقطة جدا حساسة، ما إن في أغلب الأشخاص ما بيأخذوا هواياتنا على محمل الجد إلا لما نبدأ نصبح موهوبين فيها وعم نكرسها بالشكل الصحيح وعم ناخذ منها أجمل الثمار. ولكن اليوم كمان مواقع التواصل الاجتماعي هل سخرتوها لخدمة خلينا نقول الرواية المصورة؟ اليوم عم نشوف كل شيء، أي موهبة أو أي خلينا نقول عمل، الناس عم بتصور يومياتها وبتضعها على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي بتصنع شموع بتصور، اللي بتصنع الريزن بتصور، اللي بتعمل كروشيه بتصور. هل أيضا استخدمتوا هذا يمكن خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي لتوعوا الناس أكثر بالقصة أو الرواية المصورة؟ بس أنا وما رح عنا كل واحدة عندها إنستغرام خاص، بس إحنا كتير نشيطين فيها، بننزل يعني معظمه راح تشوفيه لو دخلتيه آرت، كله صور تعليم أمور نفس هيك، لأنه إحنا حتى يوم كنا لسه ما اشتغلنا على أبو لينا كنا ننزل تعليم، ننزل أشياء، يعني أي نقطة بتحس حالك تتعلميها جديد، حتى لو فشل إلك في مجال الرسم بتحب تشاركيه مع الفولورز اللي عندك، حتى لو هم مو كتير، لأنه في منهم آرتست، في منهم راح يهتموا باللي أنت بتعمليه. فإحنا نفس الإشي، مثلاً بتكوني بترسمي بكانفاس معين وبتقرري أني رح أصوره وأنزله فيديو، فهذا الإشي بخلي الناس يعرفوا أنك أنت عندك كتاب، أنت عندك بترسمي فعلاً، ووظفتي هاي الموهبة في كتاب، فرح يصير برضو يساعد في الماركتينج للكتاب. جميل جداً. طب اليوم هل تعتقدي مرح أنه الرواية المصورة أم الرواية المكتوبة أقدر على تغيير وجهات النظر أو إيصال الرسالة؟ هو هي تقريبا كل واحدة لها الفئة المستهدفة بتاعتها، يعني الرواية المكتوبة لها كثير ناس بتحبها، بس في ناس ما بتحب الرواية المكتوبة، اللي هو أنا كنت واحدة منهم، ما كنت أحب الرواية المكتوبة وكنت دائما أروح أشوف مترجمة تكون مرسومة. فأكيد هي كل واحدة لها فئتها المستهدفة، بس أنا مثلا كثير بستمتع بالمصورة لأنه بحس حالي كأني بحضر فيلم وبنفس ذات الوقت بقرأ، فبحس اني انا بدخل باخذ على راحتي، بعيد الاشياء اللي بدي اياها، ومع هيك في صور بتعطيني شويه زي بتاثرك، يعني في بعض الصور بتشوفيها بتحب انك تقفي عليها وتشوفيها اطول من هيك. فانا بصراحه عشان هيك بميل اكثر اكيد للروايه المصوره، ولكن في كثير ناس بحبوا الروايه المكتوبه وبحسوا انها بتاخذهم لعالم اخر برضه. صحيح، يمكن دائما كل امر له جمهوره وعشاقه. ولكن سمعت، رح اخذ الخبر من منار لانك انت نوهتي عنه بس ما حكيتي تفاصيل، قلتي انكم عم تعملوا عمل جديد، حابه اعرف منك يا منار يمكن تفاصيل شوي عن هذا العمل من دون ما نحرقه، حابين شيء حصري لتلفزيون الفجيره. هسه العمل الجديد لنا رح يكون برضه روايه مصوره، بس هالمره حرفيا روايه، اللي هي سلسله كتب، سلسله كامله من الكتب وبالعربي اول مره، رح تكون اسمها فندق حياه،
هاي راح تكون عندها شخصيات عميقة أكثر وفيها بلوت تويست كتير أكبر من أبولينا وفيها يعني تفاعل بين الشخصيات ومعقدة تعتبر كتير أكثر وإحنا بنشتغل عليها يعني صممنا الشخصيات لساتنا هسه ببروسس تطوير القصة يعني حبك آخر خيوط ورسم آخر أكمل شخصية يعني وممكن الفولورز بإنستغرام بيشوفوا عنا تصميم الشخصيات يعني بنحط هاد فلان من فندق حياة هاد كذا فهسه إحنا بهاي المرحلة فبدأتوا يمكن الترويج بطريقة غير مباشرة لفندق حياة أكيد رح نستضيفكم بعد إتمامكم وجهوزية فندق حياة ولكن خليني أحكي عن التعاون ما بين منار ومراح اليوم على مستوى رواية بسيطة ممكن يكون في اختلافات بس ما رح تكون عميقة كثير ولكن لرواية وسلسلة مثل ما ذكرت منار يعني في خناقات أكبر شوي احكي لي يمكن كيف تضعوا الخطة كيف تفوتوا بالتفاصيل كيف تقنعوا بعض في حال كانت واحدة شاعرة انه هي ممكن هذا الأمر يجعل الرواية أكثر خلينا نقول روعة زي ما حكيتي القصة أطول فيعني في نقاشات أطول وأصعب صحيح وكنا خصوصا نحن بمرحلة حبك الشخصية هي أكثر مرحلة بتاخذ معاكي مدة فأنا ومنار حاليا يعني كثير عندنا بعض الشخصيات اختلفنا فيهم شخصيات منار ما بدها إياهم وأنا حاسة أنها هي مهمة بالقصة لأنه أنت بالقصة بتحاولي ما تكتري عشان البقرة ما يضيع صحيح. فإحنا على مين أولوية نخلي بالكتاب ومين أولوية نشيله هون كمان كان عندنا arguments طويلة وبرضه يعني نفس ما حكينا أنا ومنار دائما أنه لما نكون في عن جد حبكة نحكي فيها ما حد بتدخل بالبيت خلص أنا بحسه أنه اللي بتدخل بينهم هذا يروح فيها لأنه بنكون عن جد بنتناقش وكل واحدة بتتبدأ أيوة جميل ولكن هذا أجمل يمكن خلينا نقول أجمل جزئية ما بين الأخوات أنهم يمكن بيحتدوا بالنقاش ولكنهم بتصالحوا بسرعة وبيرضوا بسرعة ودائما هذه من كثر المحبة ولكن أديب يمكن كمان في أمر دائما بسأل نفسي فيه كيف قادرين توفقوا أوقاتكم مع بعض اليوم في اختلاف في العمر وأكيد اختلاف في المراحل الدراسية ويمكن صعوبة المناهج وهذا أمر اللي بخليني أسأل إنه كيف قادرين تلاقوا الوقت المناسب اللي يجمعكم فيه مع بعض وتكونوا أنتوا التنتين في طاقتكم وفي يمكن مساحة رأسكم السليمة لحتى تقدروا تعطوا أجمل ويمكن الأفكار الإبداعية هو فعلا يعني عشان نفكر يعني الرسم احيانا بده مزاج بس التفكير بده هدوء ومزاج وكل شيء فاحنا يوم بنروح نحكي مثلا بدنا نحكي بهالموضوع غالبا بنشوف لنا توقيت يكون مثلا بعد الشغل بنكون خلص مع بعض اوكي وهاليوم ما يكون صار لنا مشاكل ولا صار لنا شيء بناكل وبندخل على الغرفه وبنفكر على حالنا وبنبدا نشتغل اما من الرسم فاحنا يعني تقريبا نفس بنسلم بعض المهام اللي هو بعطي مثلا مرحة شابتر او مشهد تنجزه كامل وانا يعني ما بشوف هي ايش بتعمل هي بتتابع وهي نفس الشيء لي فغالبا الرسم بحسب فضاوه كل واحده مثلا انا لو كان عندي اجازه برسم الصبح ولكن النص كيف تشتغلوا عليه النص مع بعض هو يوجوالي خصوصا النصوص المهمه بنروح بنحكي هسه رح نكتب نص لفلانيه وفي منهم ما باخذه كثير فعلا لو كنت خلص يعني فعلا هسه عايشه الدور ومتقمصتيه وفعلا متفهمه الموقف بدنا نروح مع بعض ليش ما نحط هاي الجمله ليش ما نحط هاي الجمله واهم شيء اللي هو عنا واتساب جروب بس انا وياها هذا بنفس اليوم لو اجاك اي انسبيريشن لاي جمله او اي صوره او اي شيء بتبعتيه ونصير نرجع لها مثلا هاي الجمله كنا كاتبينها للمشهد الفلاني فبنضيفها عرفتي كيف رائع جدا انا جدا سعيده يمكن هذا اللقاء وفخورة جدا بإنجازكم لأبو لينا ومتحمسة جدا ومتشوقة لأشوف فندق حياة بتمنى لكم يمكن المزيد من التقدم والنجاح وبتمنى بالفعل هذا العمل الرائع سواء أبو لينا أو العمل القادم يلاقي الرواج اللي بيستحقه مبسوطة كثير فيكم وأيضا سعد فيكم كنتم معنا مؤلفة القصص مريح أدويكات ومنار أدويكات انبسطنا فيكم ونورتونا ببرنامج صباح الخير يا وطن شكرا دعاء يعطيك العافية الله يعافيك مشاهدينا بهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير يا وطن انتظرونا غدا بنفس الموعد الا وهو الساعة 10 صباحا بتوقيت دولة الامارات لم طل عليكم عبر شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس دمتم بخير